بينال سوب. شوربة اليوم سوب بين هولندا. هولندا بينال سوب عبارة عن زعفران. هذا البينال. هذا بينال. هذا هو البينال. هذا كم حبة؟ هذا تنين حبة. حبتين من هاي البينال. تقطع على هالكبير. هذا علي واللم اللي هو البطاطا. كرافس وحدة من هاي الكرافس تتقطع صغار صغار. راس بصل واحد. ثلاث بصوص ثوم. زبدة. كريمة. حليب كريمة. كريمة مال طبخ. ولتر كامل ماء. هاي طريقة خدمة البينال سوب. ينحط ابوي الكرافس اول بادي وينحط طالت عماركم البصل وينحط طالت عماركم الثوم لين يحمر شويه يلين من يذبل شويه بنخبركم يصير يذبل البصل وهذا حقوا عليه العلي واللم والبينل يازمون يحمسونها شيء غريب عجيب يربنا وسوّن اللي هذا خبرناك عن اللي هو الطريقة هذه أما يازت الكل عين تنظر ألد شوربة بحياتي شربتها من ألد الشوربات وما يعرف يخدمها إلا هالساحر ما شاء الله عليه ما يخلي شيء ما يعرفه شوربات لكو 600 نوع من السوق وهذا حين شوفوا هذا حين يا وقت الزعفران يلا هذا وقت الزعفران بتقولون ليش وما ليش هذا كله خلاف بتعرفونه من تيربون الطريقة هذه بتشوفون شيء بحياتكم ما شفتوه أنا روحي مستعيد منها الحين طالت عماركم عقب ما يحمر زين ما زين مدة 5 دقائق ها ضافوا لتر كامل ماي على الكمية هاي لتر كامل وخلوا يطبخ how many minutes 45 دقيقة يطبخ 45 دقيقة بالضبط الملح على حسب الرغبة ما ينحط أي فلفل ما فلفل ما فيه ما ينحط أي نوع من البهارات أي نوع ما ينحط من البهارات ويتخلى 45 دقيقة يطبخ على ضوء هادي الله يطبخ 45 دقيقة وبعد 45 دقيقة على ما تشوفونه يغلي هذا قوامه في ماء لكن بسيط الماء الماء بسيط يعني تقريبا يتبخر نسبة 30% فحين سيده ينحط في المكين وينشرخ يرد يحطه في هالمصفى اللي تشوفونه لازم قوام الشوربة غليظ هي وقت الكريمة يلا عاد خلص ردونها على الضوء وتازم تطبخ شوي دقيقة واحدة حطوا الكريمة عليها اللي هي كريمة كوكين كريم أقولكم في هذا شوربة يعني من ألد الشوربات اللي بحياتي شربتها هذا أولا ثانيا غلظها ترمون تتحكمون فيه تردون تشرخونها تحطونها في الجدر ترمون تتحكمون بالغلط تزيد لقطوها وايد غليظة بغيتوها رفيعة ترمون تزيدون خاشوقة ولا خاشوقتين لكن يكون ماء دافي ان بغيت واللي يبقى واللي يبقى غليظة خليها غليظة لكن هذا قوامها وايد زين نحن زدناها تقريبا خاشوقة واحدة ماء حار بس هذا انتهى الموضوع يلا سيدة عليكم بألف هنا وشفاء هذه البينال سوب هذا قوامها هذا قوامها البينال سوب في منتهى الروعة لذيذ الطريقة ما تتخيلونها فوق عن الزين زينة شيء طبيعي أنا ما أحب أشرب خاشوقة ويعيب لي أشرب بهالنمونة طرف الطاسة أسطورة من أساطير الشوربات عجب العجاب مداخل العافية علي وعلى اللي بيسوون شراتة ويشربون منها